السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه رينجا. هو قدامك هو الاسم اسمه رينجا بيم، تمام؟ تقريبا في محل بيم فاتح وبيبيع رينجا او بيبيع فسيخ فسموه الاسم دوت. طيب، هو البرنامج صراحة يعني تعليق عليه ان هو الواجهة بتاعته سهلة جدا في التعامل. تعال نشوف الواجهة بتاعته اهوت. بتلاقي هنا التولز اللي موجودة، يعني ممكن نلاقي مثلا عايز ترسم وول اهو، بيبدا يجيب لك بقى ترسم من السنتر ولا من رايت ولا من ليفت، والمحاذاه قد ايه والارتفاع والعرض وترسم منين لفين والحاجات دي كلها اهو. خلصت بتدوس انتر او سكيب يخرج من الامر. عايز ترسم فلور، بتقول له انا عايز ارسم فلور، بتبدا ترسم الفلور بتاعتك بكل سهوله. خلصت بتدوس انتر وبيظهر معاك الشغل بتاعك. عايز تعمل اوبننج، بتختار الحاجه اللي انت عايزها وتبدا تعمل فيها اوبننج لو انت عايز. فالبرنامج سهل جدا، يعني بسيط جدا. عايز تعمل بيم، فبتختار البيم زي ما انت شايف اهوت. عايز باب، فبتختار الباب، بيديك شكل الباب مثلا اهوت والخصائص بتاعته، وبتبدا تعمل الباب بتاعك زي ما انت عايز. عايز شباك، مش هيقول لك لا. تمام، عندك اشكال كتيره جاهزه، ممكن تاخد الباب وتبدا ان انت تحطه بشكل سهل وبسيط. الفاونديشن برضو، اسات عايز تحط اسات، فيعني رينج شكلها صفحه يعني مش بايظه ولا حاجه. لو في اكيوبمنت، فبتبدا تختار الاكيوبمنت اللي انت عايزها وعايز تحط لها المحاذاه بتاعتها منين وهكذا. في تاني عندك بايب اكسسوري، عايز ترسم ضغطات، عايز تحط ميكانيكال اكيوبمنت. يعني خلينا مصفين، مش تقدر تقارنه باي برنامج من برامج البيم المشهوره، لكن يعني بدايه كويسه. بيقول لك عايز تشوفه على هيئة كلر، ولا عايز تشوفه على هيئة تكتشر، ولا عايز تشوفه واير فريم بالشكل دوت زي ما انت عايز. تقدر ان انت تعمله سبورت على هيئة دي دبليو جي او دي اكس اف او بي دي اف او 3 دي اكسبورت او اي اف سي. وبرضه هتلاقي فيه بروجكت انفورميشن لو انت عايز تكتب اسم المشروع او السايت او البيلدينج او المالك، المعلومات الخاصة بالمشروع زي ما متعودين. الماتيريال، تقدر تختار الماتيريال اللي انت عايزها، وتقدر ان انت تضيف ماتيريال او تعمل دوبليكيت لماتيريال بشكل دوت. تقدر تسميها الاسم اللي انت عايزه بشكل دوت. لو عملت سيلكت على واحده فيهم بيبدا يجيب لك الخصائص بتاعتها، بحيث لو انت حابب ان انت تعدل فيها ممكن تخليها مثلا كونكريت، فهتبدأ تتغير معاك بالشكل دوت. ممكن تقول له أزهر وتقول له أنا عايزها مثلا بالشكل دوت. ده اللير ماتيريال. إليمنت لو أنت عايز تزود إليمنت. يعني هو البرنامج شدني ليه الاسم بتاعه. طيب خلينا نشوف هنا، تقدر تقول له بقى انا عايز اشوف ليفل جديد، او عايز اشوف اسمبل ستايل، او عايز اضيف تمبريتشر شيت مثلا، يبدا يضيفها لك بالشكل دوت. طب انا عايز سكادول، اي سكادول من دول بقى انت عايزه. شوف بقى ايه المعلومات اللي انت عايزها في السكادول. ماتريال ده خاص بالبايب، تقدر تعدل فيه، تشوف الخصائص بتاعت السكادول، تزود حاجة تنقص حاجة زي ما انت عايز. بايب سيستم، الدكت سيستم، الالكتريكال سيستم، تيبل الشتات اللي موجودة، نيم ونمبر. تقدر تزود بقى الانفورميشن اللي انت عايزها، تقدر تزود بوردر ليهم،